حكاية تحمل عنوانا عالمي، تزينت بلون جمالي وامتازت بالطابع القتالي حتى وصلت للشكل المثالي. فالأهداف تحققت والآمال صدقت ومملكة البحرين قد توجت. فقد تمكن مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة فهد عبدالرزاق من التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العالمية للهواة بفوزه على المقاتل البلغاري نوكليني لفالوف، إذ قدم فهد عبدالرزاق البالغ من العمر 18 عاما مستوى أكثر من رائع، واستطاع إنهاء النزال لصالحه في الجولة الثانية ليضمن بتأهله إلى الدور نصف النهائي ميدالية عالمية. الفايت كان صعب شوي، الخصم يعني كان قوي، يعني ضرباته كانت قوية، بس الحمد لله يعني حاولت يعني بعد أواصل وياه. أول راوند يعني كان حك، ثاني راوند الحمد لله يعني كنت أنا تحت وصدت أنبار اللي هي قفلة اليد، الحمد لله يعني الله وفقني، توفيقي من الله وغلبت الحمد لله. شيخ ما قصرت، أعطيتنا فرصة، أعطيتنا مدربين، أعطيتنا كل شيء، ما قصرت ولا شيء. واحنا هذه يعني هذه شوي يعني هاي شوي اللي سوينا لك، لازم نسوي اكثر بعد. الحمد لله فاخت فاز وانتقل الى نصف النهائي. فاخت مقاتل جيد جدا، وانا متاكد بانه سيكون بطل في المستقبل. انها بطوله رائعه وفوز مدهش، مستوى الفريق اصبح متقارب مع الفرق، وحصول البحرين على ميداليه هو دليل على ذلك، وبالتأكيد سوف يتنافس على الذهبية. وإلى عالم الاحتراف، فقد أنهى المقاتل المحترف بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين فرانكي إيدغار استعداداته الأخيرة واللمسات النهائية، وذلك للنزال الرئيسي على لقب وزن الريشة في بطولة القتال النهائي UFC 200، والذي سيجمعه بالمقاتل البرازيلي جوزي ألدو. حزام البطولة يعني كل شيء بالنسبة لي، وعندما دخلت عالم فنون القتال المختلطة أردت أن أكون المقاتل الأول، وعندما تحصل على حزام البطولة تشعر بأنك ملكت العالم، وهو الهدف الرئيسي. فريق خالد بن حمد أحد الفرق المهمة، وسمو الشيخ خالد بن حمد وفر لنا كل الإمكانيات والدعم المطلوب لكافة أعضاء الفريق، وأنا سعيد ومحظوظ كوني أحد أفراد هذه العائلة. إحنا عملنا استعدادات كبيرة أو في فرانكي، هو البطولة دي في بطولة الحزام على الذهب زي ما بقول، مع حوزي ألدو من أفضل اللاعبين اللي جيهم الـMMA. أنا سعيد جدا إن أنا متعاون مع شيخ خالد والـKHK تيم ومع وطني الوطن العربي اللي هو دمي بيجري فيه البحرين. أنا عاوز أشكر جلالة الملك وشيخ خالد وشيخ ناصر على التعاون والدعم اللي بيدعموه مع الشباب العربي، يبدأوا هم يبقى البايونير في الـMMA، وما الهيستوري بعد 20 سنة يتكلم على الـMMA في البحرين يقول اللي دعم هذا المشروع الشيخ خالد ابن حمد. Right now we're doing the final preparation. في الوقت الحالي نحن نضع اللمسات الأخيرة لتدريبات فرانكي والتأكد من جميع الفنون القتالية، لأن النزال يحمل العديد من علامات الاستفهام، كما أن جوزي ألدو يمتلك قدرات ومهارات عالية. ميدالية ملونة بنكهة عالمية تحصدها البحرين لتضع بصمة قوية في البطولة العالمية لفنون القتال المختلطة للهواة. ومن الجانب الآخر ينهي مقاتل فريق خالد بن حمد فرانكي إيدغار تحضيراته النهائية لخطف أثمن لقب في عالم الفنون القتالية. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين، مدينة لاس فيغاس الأمريكية.